الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لما أراد الله عز وجل بإعمار هذه الأرض قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فسوى آدم أبانا عليه السلام من قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله عز وجل، فصار آدم وبنوه من بعده في كل واحد منهم الإهابان، إهاب ترابي وإهاب نوراني. الإهاب الترابي كي يتعايش فوق هذه الأرض، والإهاب النوراني كي يعرف الإنسان أنه من غير نور الله وفضل الله وكرم الله وعطاء الله وهداية الله لا يساوي شيئا، لا يساوي إلا المادة المركب منها من تراب الأرض وعناصرها. فانقسم الناس إلى قسمين، قسم سمت به روحه في سماوات الكرامة، وقسم آخر اهتم كل الاهتمام بهذا الأديم الترابي أو الإهاب الترابي فعاش في حفر المهانة. هذا يحيا في سماوات الكرامة وهذا يعيش في حفر المهانة، فصير هذا الذي يعيش من حفر أو يتنقل من حفرة إلى حفرة يعني يريد أن يعيش معيشة المخلوقات الأخرى، يتدنى فيصير أو يصير نسبه أرضيا. أما الطائفة التي اختارت الطريق الأسمى والأفضل إنما هي تطلعت بهمة عالية إلى ما عند الله عز وجل، فصار نسبها سماوي، وصار هذا الإهاب الترابي مجرد حامل لهذا النور. ولذلك لما أراد إبليس أو عزم على إغواء بني آدم، أصحاب النسب السماوي أيقنوا أن إبليس مجرد محطة إرسال ليس إلا، القضية في المستقبل. إبليس كل ما يستطيعه هو أن يوسوس، أن يزين، يعني أن يظهر القبيح حسنا، أن يجمل القبيح. فصاحب الإهاب الترابي والنسب الأرضي مدى جهاز استقباله السلبي للمعصية والبعد والانحراف ونسيان الله، يعني سبحان الله يعني حساس للاستقبال، بل يستقبله دون أن يمر به على الفلتر العقلي والنسب السماوي الذي يعرف أن إبليس يغره ثم يضره، ولا يغرنكم بالله الغرور. أما أصحاب النسب السماوي فهم أناس ارتبطوا بشرع الله عز وجل، وارتبطوا بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. تعال لتنظر إلى نموذجين في كتاب الله عز وجل، في وقت واحد وفي زمن واحد
وفي تاريخ واحد. احدهما اختار النسب الارضي، واختار حفر المهانة، واختار ان يضع عقبات امام طريق الهداية. فماذا كانت النهاية؟ والطرف الاخر صير نسبه سماويا حقيقيا، فارتبط برب العباد عز وجل، فكانت عناية الله ترعاه في صغير الامر وكبير كما ترعى الجميع، حتى اصحاب المعاصي ان اراد ان يطرق على باب الله عز وجل واراد ان يصير نسبه سماويا لا تغلق امامه ابواب السماء، كل الابواب تفتح وتغلق الا باب الرحمن عز وجل سبحانه وتعالى، الذي ان جاءه العاصي تائبا قال لبيك 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 يا عبدي، وفتح له طريق الهداية واغلق عليه باب المعصية. وهذه علامة او اشارة لمن اراد ان يتخلص من نسبه الارضي ليصير صاحب نسب سماوي. اول شيء ان يستشعر اذا نوى نية صادقة يرى ان ابواب المعاصي غلقت في وجهه حتى وان سار نحوها، وابواب الطاعة تفتح امامه حتى وان لم يسر نحوها، ويصير حسيبا على نفسه حتى يأتي يوم القيامة عندما يقال له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انما كفي مؤونته عندما حاسب نفسه قبل ان يحاسب ووزن اعماله قبل ان توزن. احبتي في الله، قرار من رجل ظالم متكبر متعجرف يعيش في حفر المهانة بأن يقتل كل مولود من بني إسرائيل، يريد يعني أن يظهر بطفل واحد هو لا يعرفه، لكن في سبيل هذا الهدف قتل آلاف مؤلفة من أبناء من ذكور بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، الذكور تذبح النساء تترك، الإناث تترك والذكور تذبح، وعيونه التلصصية تقف لترى أين تذهب القابلة المولدة، يعني التي تقال عنها الآن ممرضة أو الطبيبة التي تستقبل المولود، أين تذهب القابلة، وعيونه تعرف من الأخبار من هي الحامل في المدينة كلها أو في البلد كله، قرار بأن يذبح كل الأولاد. هذا القرار قرار الأرضي لا يساوي شيئا إلا الكلمات التي قيلت بها أو الأمر الذي أمر به أو الرقعة التي كتبت عليها، لكن رب العباد سبحانه وتعالى كما ورد يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترض بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. رب العباد هو الفعال الوحيد في هذا الكون، منذ أن قبل أن يخلق الأرض والكون إلى أن يرث الله الأرض من عليها ثم إلى ما شاء الله رب العالمين، الفاعل الوحيد الواحد الأحد الفرد الصمد. لو أيقن أو لو أضاء قمر التوحيد في قلب المؤمن لأضاءت له حياته. أحبتي في الله، لو أن طفلا لك ذو 3 أعوام عمره أو 4 وأردت أن تعبر به طريقا واسعا شارع متسع وتمسك بيده وفجأة ينقطع التيار الكهربائي عن المنطقة وتتسلط مخاوف كثيرة وهواجس على عقل الطفل الصغير، فيقول في نفسه قد تدهمنا سيارة، قد نسقط في حفرة، قد تصدمنا حافلة، قد يحدث كذا قد يحدث كذا. لما سيطرت الهواجس على عقله الصغير وقلبه نسي أن أباه بجواره، لكن عندما عاد تيار الكهرباء في الحي مرة أخرى وأشرقت الشوارع سبحان الله بهذا الضوء، تيقن الولد أن أباه ممسك بيده، فاطمأن لذلك. إذا أظلم قلب العبد بعيدا عن رب العباد يشعر الإنسان أنه بعيد عن الله عز وجل، وإذا أشرق قمر التوحيد
وشمس التوحيد في قلب المسلم يرى المؤمن الصادق ذو النسب السماوي رب العباد أقرب إليه من حبل الوريد، يجيبه إذا دعاه ويغفر له إذا استغفر ويعطيه إذا سأله، لأن الله كريم. ومن صفات الكرم عنده سبحانه أنه لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. الله عز وجل ليس بينه وبين الإنسانية نسب إلا تقوى الله سبحانه وتعالى، ينادي يوم القيامة: يا عبادي إني وضعت لكم نسبا ووضعت لي نسبا، فاليوم قل أو قلتم إن أكرمنا عند الله إن أكرمنا أغنانا. وأنا أقول لكم إني أضع اليوم أنسابكم وأرفع نسبي، فأين المتقون؟ فيقوم قوم: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قرار بقتل كل طفل ذكر من بني إسرائيل. وعندئذ جاء موسى، هاتان شخصيتان في زمن واحد. الأمر الأول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه، يعني إذا المخاوف دخلت عليك بأن حرس فرعون وحاشيته وزبانيته وجنوده دخلوا عليك ليخطفوا الولد منك ويأخذوه قسرا ليذبح أمام فرعون، لم يقل لها: فإذا خفت عليه فضميه أو خبئيه. لا، أمر طبيعي، الإنسان عند الأسباب البسيطة يظن أنه يستطيع أن ينجي نفسه. لا والله، لولا فضل الله علينا ورحمته. فإذا خفت عليه مش فضميه خبئيه، لا، اذهبي به عند عمتي عند اقاربي، لا لا لا، فألقيه في اليم. يا الله، الإنسان عندما يخاف على الطفل يضمه يحتضنه، لكن أن يلقيه. وفي السورة الأخرى: فاقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، قذف، يعني الإنسان لا يقذف إلا بشدة، اقذفيه. لكن الإنسان كما قال شاعرنا: وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان. العناية طالما هي معك، الكون كله معك، الكون كله في خدمتك. سبحان الله، البحر أو اليم الذي يغرق كان حافظا لهذا الرضيع لأن عناية الله معه. ضعفه لم يغرقه، لماذا؟ لأنه ضعيف البنية، لكنه قوي بالله عز وجل. اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، يلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني، لأن نسبه سماوي. ألقيت عليك محبة مني، القتل. هذا اليم يغرق، لكن هذا اليم كان وسيلة لأن ينجو. ثم أم موسى تخشى من إنسان واحد في مصر في هذا الوقت، فرعون، لأنه لو ظفر بوليدها لقتله أو لذبحه، هذا قراره. لكن رب العباد يريد، والعباد كلهم يريدون، لكن لمن الإرادة؟ إنما هي لله عز وجل، الله يفعل ما يريد. أنا أريد أن أوقظ في قلوبكم أيها الموحدون التوحيد الذي في قلوبكم، وأنا أعلم أنه راسخ رسوخ الجبال، لكن العبد يحتاج إلى من يذكره. كان عمر يقول لأبي موسى: يا أبا موسى تعالى لنؤمن ساعة. عمر الساعة الماضية لم يكن ناسيا ولم يكن غافلا، وإنما يريد أن يزداد، فالقلوب لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فتنفلوا، وإذا أدبرت فأدوا الفريضة. الله عز وجل أمرها هكذا: اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم. هي تخشى من فرعون، لكن الله يعلمها قبل أن تقذفه أن الذي سوف يأخذه إنما هو عدو لله وعدو لموسى. إذن المسألة واضحة من الأول، يعني لم تدلس عليها السماء، بل وضحت لها القضية والمآل. سبحان الله، يأخذه عدو لي وعدو له، عداوة مركبة. إذن تعلم أم الكريم أن ولدها الرضيع سوف يقع في يد هذا الظالم المفتري صاحب القرار بالذبح. ولكن
يقول رب العباد لها في القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا الله، الله غالب على أمره، أوحى لها أرضع طفلك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ونهاها لا تخافي ولا تحزني. العالم كله يعاني هذين المرضين، الخوف والحزن، الخوف من الغد والحزن على ما فات. ولذلك من أعظم نعيم أهل الجنة، اللهم اجعلنا جميعا والمشاهدين والمسلمين في كل مكان من الذين ينعمهم رب العباد بالجنة، وفي الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن لم يعش في جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة، ألا وهو الرضا عن الله وبالله. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك يا رب العالمين. إذن العبد ليس له إلا أن يتصبر مع رب العباد، ولا تخافي ولا تحزني، لا يدخل إليك المرضان الكبيران اللذان يفتكان بالبشرية، كل البشرية حالة من النكد، حالة من الضنك، حالة من تبخر التوحيد، تبخر الإيمان. نسوا أن الملك له مالك، وأن الأرض لها رب، وأن الكون له صاحب، ولا صاحبة ولا خالقة ولا ناصرة ولا ميسر إلا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا التوحيد الخالص يا رب العالمين. أحبتي في الله، إنا رادوه إليك، من خوف الأم أصبح فؤادها فارغا، إن كادت لتبلي به، كادت أن تقول: هذا وليدي، هذا غلامي، هذا رضيعي، هذا ابني. أن يقتل أباه مع عينيها أفضل من أن يفقد ولا تدري أين يذهب، أو أن يذبحه فرعون بيده. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أي إنسان مؤمن نسبه سماوي يربط الله على قلبه. الحسن البصري يمر بازدحام، قال: ما هذا، ما هذا الملأ؟ قالوا: يعني متوفى ميت يبكي عليه أهله. تبسم الحسن، تعجب القوم، تبتسم الرجل الميت. قال: مسافرون يبكون على مسافر قد وصل، محطة فلان هذا جاءت الآن ليذكر الذي لم تأتي محطته بعد أن يستعد. يعني ليست القضية هكذا أن مات هذا كبير سن وهذا مريض وهذا في الإنعاش وهذا كان موجود على الأجهزة، لا، ليست هذه أسباب، هذا كلام بشري لكي نقول. طب واللاعب القوي الذي يسقط على الحلبة ميتا، سبحان الله، صاحب الصحة وصاحب اللي ليس عنده مرض ويسقط فجأة، لأن رب العباد سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك ربطنا على قلبها، فمن ربط على قلبه صار نسبه سماويا. اللهم اربط على قلوبنا يا رب العالمين. عندئذ قالت لأختي قصيه، أخذ الأسباب، تبعته أخته هناك. إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله نصرة شعوب هيأ لها أسبابه، وإذا أراد أن يهيئ أن يشفيك من مرضك، أو أن يحل قضيتك، أو أن يخرجك من ورطتك، يهيئ الأسباب المؤدية. تسير أخته، يبكي الرضيع في قصر فرعون صاحب القرار بقتل كل ولد، والله عز وجل كأنما يريد أن يقول سبحانه وتعالى، أو الوحي الأعلى أو الملأ الأعلى يريد أن يقول لفرعون: يا فرعون، أنت تتسابق وتسابق بأوامر من حاشيتك أن تقتل وتذبح كل وليد من بني إسرائيل، لن يربى هذا الوليد إلا في حجرك وفي قصرك وتحت رعايتك، لأن الله غالب على أمره. سبحان الله. عندئذ حرمنا عليه المراضع، كل مرضعة تأتي بأمر من فرعون من الملك يلتقم، يريدون أن يلتقم موسى ثديها، يرفض. حرمنا على التحريم من فوق، الرزق من أعلى،
الحب ينزل من اعلى، الرزق ينزل من اعلى، السكينة تنزل من اعلى، الفضل ينزل من اعلى، النصر ينزل من اعلى. رب العباد سبحانه هو ينزل خيراته على من ارتضى لنفسه ان يكون صاحب نسب سماوي، وحرمنا عليه المراضع من قبل. قالت ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم. فرجعناك الى امك، عاد كي تقر عينها ولا تسكن، يعني العين المرتجفة والقلب المرتجف، كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. كل مؤمن يعلم ان وعد الله حق، ووعد الله لا يتخلف، وسنن الله في الكون لا تتخلف، ورب العباد سبحانه وتعالى هو ناصر الضعيف، وهو معز الذليل، وهو مغني الفقير، وهو شافي المريض. اذا صدقت او ظهرت شمس التوحيد في قلبك تتصل برب العباد ليصير نسبك سماوي. احبتي في الله، فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. ولكن قال لها، وفي سورة القصص، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. الواو هذه واو عاطفة، اي بعد ان نرده اليك سيكون رسولا. الواو هذه واو مكتوبة، واو تأخذ حيزا في المصحف مكان، يعني عبارة عن 3 مليمتر او 2 مليمتر في المصحف، لكن الواو هذه تساوي في مساحة الزمن 40 سنة. فاصبر ان وعد الله حق. الواو هذه تساوي 40 سنة. انا رادوه اليك اليوم وجعلوه من المرسلين. لم يرد عن ام موسى انها قلقت بعد سنتين وبعد 3 كما نقلق نحن اصحاب النسب الارضي، لا، اصحاب النسب السماوي ينتظرون الفرج في الوقت الذي يريده الله، لا في الوقت الذي تريده انت، وعلى الطريقة التي يريدها رب العباد، لا على الطريقة التي تشاؤها انت. لا، يعني قال لابن عباس: واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم انهم لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وجفت الصحف. هكذا اصحاب النسب السماوي عندما يرتقون، كما كان هذا الرجل الصالح ابو ايوب السختياني على ظهره على السفينه، ولعبت بهم الامواج، وارتبك الراكبون في وسط البحر، قالوا: يا ابا اسحاق، اما ترى ما نحن فيه؟ قال: ماذا؟ هل كادت السفينه ان تغرق؟ وماذا تريدون؟ يا ابا اسحاق، رجل صالح انت، لا نزكيك على الله، ادعو رب العباد عز وجل. سجد لله سجده ثم رفع راسه وقال: يا رب، اريتنا قدرتك فارنا رحمتك. فسكن البحر. الموصول بالله يسحب من رصيد كبير، والمسافه بينه وبين السماء، لان نسب سماوي دعوات مستجابه، تقول: يا رب، يقول: لبيك يا عبدي. لو كنت معتمدا على قريب مسؤول في ساعة الورطة ربما لا يكون موجودا، ربما كان نائما، ربما كان في عملية جراحية، ربما كان مسافرا، ربما كان مطرودا من كرسيه وعمله، ربما حدث عليه مشكلة على المنصب الذي هو فيه. لكن أنت عندما تكون موصولا بالله فأنت موصول بالأسباب وبالمسبب. اللهم صلنا بك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين. أحبتي في الله، النسب السماوي حفظ موسى رضيعا، وجعل البحر الذي يغرق ينقذه مرتين، مرة وهو رضيع، ومرة عندما أمره رب العباد أن يترك البحر رهوا. إنكم متبعون، هؤلاء الجنود المجرمون سوف يسيرون خلفكم. ولما رأى أصحاب موسى عندما مسهم النسب الأرضي قالوا: إنا لمدركون. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. إذا بصاحب النسب السماوي يرفض هذه الرؤية البصرية. هؤلاء بنو إسرائيل في هذه اللحظة كانوا صادقين، وربما هي المرة الأولى والأخيرة التي صدقوا، لأنهم يرون بأعين رؤوسهم أن فرعون وجنوده من خلفهم وأن البحر أمامهم. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. هذه حقيقة لا ينكرها أحد، لكن صاحب النسب السماوي له ألفاظ أخرى.
الفاظه قلبيه، الفاظه نورانيه، ليست بالفاظ لسان. قال كلا كلا. كيف كلا؟ الجنود من ورائنا ونحن نراهم. قال كلا، لكن يريد ان يعلل لهؤلاء ان معي ربي سيهدين. الانسان عندما يكون في المعية وفي معية الله عز وجل لا يقهره قاهر الا رب العباد عز وجل، فهو القهار سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. لكن العبد الموصول بنسب السماء لا يهم. قال كلا، جاء من بعده حبيبه واخوه في الرسالة واشرف الخلق وخاتم الرسل سيدنا محمد، عندما خاف الصديق على الداعية والدعوة، يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. هكذا ابو جهل يقف ومن معه، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. سبحان الله، ماذا قال له؟ للحظة الصديق لا يخاف على نفسه، لا، وإنما يخاف على صاحب الرسالة. ولو نظر أحد تحت قدميه لرآنا. ماذا يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وطالما أنت في معية الله، عندما تحتاج ألا يراك مخلوق فأنت لن ترى، لأنك في معية من لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير صاحب النسب السماوي. إنسان ثابت في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل لفظة. قال كلا، إن معي ربي سيهدي. ونجى بنو إسرائيل ونجى أصحاب موسى، ورأوا أن الله عز وجل أغرق هذا الإنسان. لا قوة هذا الإنسان سبحان الله قهرت البحر، ولا ضعف الكليم وهو صغير قهرته أو قهره اليم وأغرقه، لأن يد الله دائما له يد تعمل في الخفاء. فدعها عبد الله تعمل ولا تتعجلها، وكن مع نسب السماء دائما، تنصرك السماء دائما. اللهم اجعلنا ذا نسب سماوي يا رب العالمين، وارزقنا الرضا وارزقنا التوكل عليه. اللهم امين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هناك شخصان آخران ذا نسب سماوي في هذه الظلمة في قصر فرعون. وكل قصر لفرعون دائما على مر الزمن يوجد موسى، لا يختفي النسب السماوي حتى في بيوت الظلمة. هذه زوجته، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافرين الظالمين. سبحان الله، ربي يعني هذه إنسانة موصولة بالله، صاحبة نسب سماوي، رغم أنها قرينة لهذا المجرم الكبير. هناك في لحظات نصرة الحق ونصر الرسالة تظهر الأسباب. يخرج رجل من العائلة ومن الأسرة ومن الأسرة الفرعونية، مؤمن من آل فرعون، ولكنه يكتم إيمانه. لما أراد فرعون أن يقتل موسى، ذروني أقتل موسى، عندئذ يظهر هذا الرجل بلفظات الإيمان، لأن نسبه أيضا سماوي. أتقتلون رجلا؟ سبحان الله، يعني بهذا المنطق يعني يوضح المسألة. ان يكو صادقا، ان يكو كاذبا فعليه كذب، ان يكو كاذب بدا بما يقتنعونهم، وهذه اسلوب، وهذا اسلوب في الدعوه، ان يكو كاذبا فعليه كذب.
وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. وذكرهم بالله، لأن النبتة الصالحة دائما تتكلم بالصلاح والتقوى في أحلك الأوقات وتنصر سبحان الله القضايا. أذكر في السبعينات عندما احتل الروس أفغانستان، ودخل سبحان الله الضابط الروسي بصحبة جنرال شيوعي أفغاني إلى المسجد بعد صلاة العصر، ورأى كبار سن يجلسون هكذا، فجاء ومعه سلاحه، جاء الضابط الروسي بعدة مصاحف هنا وهنا، فصنع منها كومتين ووقف بحذائه فوق المصاحف وقال: أين محمد لينقذ مصحفه؟ أو من ينقذ هذه المصاحف؟ الجنرال الأفغاني الشيوعي الذي نسي نسبه السماوي استثار قلبه للحظة لفطرته القويمة وفطرة التوحيد التي تستحضر في أوقات معينة. أخرج هذا الجنرال الضابط الشيوعي الأفغاني سبحان الذي نسي إسلامه من قبل ولكن استحضره في هذه اللحظة، وقال: أنا أنقذ المصحف الذي أنزل على محمد، وأطلق الرصاص على الضابط الروسي فأرداه قتيلا. العبد فيه سبحان لا عبد مطفأ في الدنيا أبدا، لا تظن أن ولدك العاق هو شر كله، لا، لابد أن يكون له مفتاح، ولكنك تطرق الباب غير المناسب. زوجتك المتمردة عليك ربما لها مفتاح أنت ما عرفته بعد، أخوك الذي يحسدك ويحقد عليك ربما له مفتاح سبحان الله العظيم. يعني الإنسان يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف، ويدرك بالمحبة، واستلهم رحمة الله في هداية الناس، عندئذ أنت تتمنى أن يصير الناس كلهم صاحب أو أنساب سماوية. نحن نتمنى هذا ونود هذا، ولكن بأمور ثلاثة: أن يحاسب الإنسان نفسه ويتوقف عند صغير الأمر وكبيره ويقول: لماذا أصنع كذا؟ لماذا أصنع هذا الفعل؟ لماذا لا أفعل هذا الفعل؟ لماذا لا أقول هذه الكلمة؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: يجدد نيته في كل عمل. لماذا أنا ذاهب إلى المكة؟ حتى في عمله اليومي يجب أن يجدد النية حزبة لوجه الله وإعمارا لهذه الأرض. ثم الأمر الثالث: ألا تؤذي مسلما، لأن الحسد البصري قالوا له: يا بصري، من أسوأ الناس في المدينة؟ قال: عليك بالعياب، أي الذي يعيب الناس كلها، هذا هو أسوأ إنسان، لأنه عنده بمنطق علم النفس قضية الإسقاط، يأتي بكل عيوبه ليضعه على الطرف الآخر. لا تشر على الناس بالخطأ، ولكن صحح نفسك أولا، ولا ما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه. أحبتي في الله، إن النسب السماوي يريح القلب ويوفق العبد ويلهمه العمل الصواب والعمل المخلص. أما صاحب النسب الأرضي يفزع عند كل صغيرة، إن أصابه فيروس الأنفلونزا لمدة يومين يصير في هلع، إن قال له الطبيب إنك ربما تعيش أياما أو كذا أو كذا يصيبه الهلع. الإنسان يجب أن يكون موصولا بالله عز وجل. لما دخل أحد الصالحين يعزي رجلا في ولده الوحيد الذي وقصته الدابة، رآه هادئا هادئا مبتسما، قال: يصنع العاقل ما يصنعه الجاهل بعد 10 أيام. الجاهل لا يصبر إلا بعد 10 أيام، أما العاقل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله لأن نسبنا سماوي، وإنا إليه راجعون لأن النسب السماوي يعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى. فأنزل الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات، تخيل أنت أن الصلوات من الله بالسكينة وبالرضا وبالتحمل. اللهم يا أرحم الراحمين، عسى أن تكون ساعة الإجابة، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في مشرق الارض ومغربها، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم يا ارحم الراحمين، ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد
البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهمنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله